وحول زيارات جلالة الملك المعظم إلى المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، انضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ حسام جابر، محاضر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا ومرحبا بك في نشرة الثالثة. كيف تقرأ إذن أهمية زيارات العاهل المعظم للأردن ومصر في إطار تعزيز العمل العربي المشترك حيال مختلف القضايا الراهنة؟ شكرا على هذه الاستضافة، واسمحوا لي في البداية أن أشير إلى أن هذه الزيارة تعكس عمقا تاريخيا وروابط وثيقة تجمع مملكة البحرين بالشقيقة المملكة الأردنية الهاشمية وأيضا جمهورية مصر، وهو ما يمكن أيضا أن نلمسه أيضا من حجم التعاون والتنسيق في المجال الاقتصادي والتجاري والعسكري والثقافي وغيرها من المجالات لتشهد شراكات مثمرة تحقق مصالح الدول الشقيقة. وبالنسبة لأهمية هذه الزيارة، فقد جاءت في ظل ما نشهده من تصعيد خطير في منطقة الشرق الأوسط يتطلب تضافر الجهود لوقفها وتحويل مساراتها نحو العمل الدبلوماسي الرامي لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة. وهو ما لبسناه أيضا من مخرجات ونتائج الاجتماعات اللي عقدها سيدي صاحب الجلالة الملك المعظم حفظ الله ورعاه مع أخيه جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية وأخيه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، حيث عززت هذه اللقاءات والاجتماعات من الرؤية المشتركة بينهما تجاه مختلف القضايا العربية المطروحة وخصوصا القضية الفلسطينية وما تشهده من تطورات خطيرة وإنسانية في قطاع غزة، تتطلب تكاتفا دوليا للدفع نحو تنفيذ قرارات الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مع التأكيد على رفض ما يؤدي إلى توسيع دائرة الحرب أو الهجمات البرية على رفح أو حتى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، إلى جانب ضرورة احترام خصوصية الوضع التاريخي والقانوني للقدس ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن الدينية. ولا يخفى عليكم أن هذه اللقاءات تعقد قبيل القمة العربية التي منتظر بإذن الله تعالى عقدها في مملكة البحرين في منتصف مايو المقبل، وقد تم بحث جدول أعمال هذه القمة العربية المقبلة وضرورة التوصل وبصورة عاجلة إلى سياسة واضحة لوقف التصعيد منطقة الشرق الأوسط وضمان السلام والاستقرار الإقليمي وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. نعم الأستاذ حسام جابر، محاضر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.